مجموعة الخريف للبترول، نحن شركاء لجميع شركات البترول في المحيط الداخلي والإقليمي. مجموعة الخريف للبترول، شعارنا الجودة والمصداقية. مجموعة الخريف للبترول، الاسم الكبير في عالم قطاع البترول على المستوى الإقليمي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمارية مصر بكل ما تضم من إنجازات في كافة مجالات، ونحن هنا في إيجيبس 2022 بنشرف الحقيقة بلقاء كبريات الشركات التي تعمل في مجال البترول، سواء التي تنضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أو الشركات التي تدعم مسيرة البترول على مستوى المنطقة العربية والإفريقية. ونحن هنا في قلعة من هذه القلاع وهي الخريف للبترول، حيث نلتقي بطبعا إحدى قيادات الشابة التي تقود منظومة هذه الشركة هنا في مصر، السيد مهندس طاهر علي. مرحبا بكم يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. معنا سيداتي وسادتي في حلقة خاصة من رواد الجودة السيد المهندس طاهر علي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريف للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الخريف للبترول مصر. لو حبينا في البداية كان نوجه تحية إلى السيد رئيس مجلس إدارة البترول في الخريف في المملكة العربية السعودية، من هو أولا؟ طبعا هو الخريف، طبعا هو الخريف جروب، هي شركة سعودية كاملا، مؤسسيها شركة الخريف، وهم شركة طبعا مؤسسة تقريبا أكثر من 40 أو 50 عام. موجود طبعا الشيخ سعد والشيخ محمد، هم من مؤسسين الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، كالخروف شيخ سعد الخريف وشيخ محمد الخريف، مع طبعا بعض أعضاء مجلس الإدارة من العائلية. هي أنا فخور بصراحة أن أنا أقول كده كمواطن عربي وكمواطن مصري، هي شركة سعودية عربية ولكن بوجود عالمي. مجموعة الخريف للبترول، علامة الثقة. حضرتك بتتابع نتائج ما يحدث في مصر من توسعات ومن بنية تحتية. تمام، ده طبعا سؤال جميل جدا. انا طبعا انا في الاول وفي الاخر انا ابتديت مواطن مصري، ولكن عشت في امريكا وعشت في اوروبا، فشفت مصر على فترات. انا بأمانة شديدة طبعا شايف تغيير جذري، تغيير شامل في كل حاجة، من البنية الأساسية لل المناخ الاستثماري، كل شيء. انا اعتقد ان انا في وضع شايفه من بره ومن جوه في نفس الوقت، لان انا اتربيت في مصر وفي نفس الوقت لفيت كتير، فانا شايف اقدر اقول لك على كل الاصعده ان لا، في تغيير جذري في كل شيء. وطبعا انا حضرت امبارح الافتتاح مع سياده الرئيس. سياده الرئيس كان واضح وجوده ده مناخ، بس وجوده ده معناه هو بيدعم الصناعات. يعني وجوده في الافتتاح معناها بيدعم الصناعه، بيدعم الصناعه ده مباشره، ده معناه لينا كمستثمرين بتديك ثقه. مجموعه الخريف للبترول، شعارنا الجوده والمصداقيه. احنا كخريف للبترول او كمجموعه
نسعى دايما للتوسع في الاماكن اللي هي امنه استثماريا. مصر طبعا من افضل الاماكن الامنه استثماريا. احنا كشركه سعوديه في العلاقات المصريه السعوديه طبعا ما شاء الله زي ما حضرتك شايف علاقات ممتازه طبعا. الشيخ سعد والشيخ محمد اعضاء مجلس اداره الجروب من مؤيدين دايما توسيع الاستثمارات في كل مجال، وكمان كل المؤشرات اللي احنا شايفينها هنا واللي انا بنيلها لهم بتشجع على مزيد من الاستثمار في مصر. مجموعه الخريف للبترول الاسم الكبير في عالم قطاع البترول على المستوى الاقليمي. احنا كان في تجربه من 3 سنين مع شركه الخريف، واحنا كان كل تجاربنا مع شركات امريكاني وكندي. اول تجربه لينا مع شركه الخريف لغايه دلوقتي تجربه ناجحه جدا، وكررنا التجارب دي في كذا بير والدنيا معانا تمام. مستوى هذا التعاون في الطومبات الكهربائيه الغاطسه، ودي كانت حاجه حكر على الشركاء الاجانب، الشركات الاجنبيه الكبيره الامريكي والكندي، اصبحت دلوقتي بالظبط. واحنا كنا من اول الشركات من اوائل الشركات اللي اشتغلت مع الخريف في مصر، وان شاء الله بنحضر لشغل اكبر معاهم في مجالات اخرى. شركه الخريف للبترول احنا من كبار مصنعين محطات معالجه الغاز والزيت في مكان مثلا زي الكويت. النشاط ده احنا ما شغلناهوش في مصر، ومصر طبعا احنا اتقابلنا مع القيادات في وزاره البترول والهيئه العامه للبترول مشكورين طبعا، وابتدينا نتناقش في ايه المشروعات اللي ممكن يتم فيها التعاون مباشره. انا شايف الفتره الجايه دي في مشروعات غاز قوميه، في مشروعات معالجه غاز قوميه او معالجه زيت قوميه، شايف ان احنا كخريف للبترول نقدر نكون في مجال فاعلين. التكنيكال طبعا والإنجينيرينج الهندسية وكمان التمويل. حضرتك اولا حدثنا عن مصنع الإسكندرية، يعني احنا سامعين انه حاجة على مستوى عالي من التكنولوجيا الحديثة. دي حقيقة فعلا. احنا المصنع في إسكندرية طبعا احنا موجودين في مصر، المصنع في إسكندرية موجود تقريبا من 10 او 12 عام. ابتدينا سنويا في تقدم، في تحديث، سواء للعمالة اللي موجودة او للمهندسين اللي موجودين او للمنظومة اللي بنستخدمها في المصنع او لامكانيات المصنع نفسه من آلات ومعدات. جودة المنتجات اللي بنبنيها في مصر بأيدي مصرية 100% بنصدر منه لباقي دول افريقيا. مجموعة الخريف للبترول علامة الثقة. رسالة أولى توجه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا ما تقدمه مصر من دعم لمثل هذه الكيانات الاقتصادية؟ طبعا زي ما أنا قلت حضرتك، طبعا إحنا أنا أحب طبعا أتوجه للسيد الرئيس بالشكر طبعا الحقيقي على كل اللي احنا شايفينه من مجال تشجيع للاستثمار وتسهيل كل المعوقات، واحنا شايفين الكلام ده على ارض الواقع. فطبعا المجهودات واضحه وصريحه، وده نتيجه لمجهودات كبيره تبذل. ونؤكد برضو، نشكر برضو قيادات وزاره البترول، احنا طبعا بنتعامل معاهم وشايفين برضو ان ابتدى يبقى فيه مش ابتدى، هو موجود الحمد لله، بس هو في تحسن. بي تو بي تعاون. تعاون، بقينا بنتعاون اكثر كبارتنرز، في تعاون حقيقي لزياده الانتاج البترول والغاز في مصر. شركه الخريف للبترول بنسعى لبناء معدات داخل مصر لتصديرها، معدات للخدمات البتروليه وهي مباشره لانتاج البترول. بنصدر لدول كثير جدا في افريقيا وبعض الدول كمان خارج افريقيا. شركه الخريف للبترول وجيند، يعني اور
client trust, ثقة يعني clients بتوعنا throughout the years عن طريق competitive prices بتاعتنا, وان احنا علاقتنا بقت كويسة جدا بكل شركات في قطاع البترول اللي احنا بنتعامل معاها. Special training program, time line معين لكل position في البروجرام بتاعه. حقق تقدم طبعا طبعا. خرايف يعني they are very well established company هنا في مصر, عندهم resources كتير, very well connected مع الكاستمرز, البرودكتس بتاعتهم very unique. الخرايف is a well established company and معروفة من زمان, ف yes. حفاظ على عنصر أساسي اللي هم البني آدمين نفسهم وممتلكات الشركة, وحفاظها على التزامها الكامل بتشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة وقوانين العمل. جميع مجلات الايزو احنا already certified فيها من ثيوري بتاس اوريدي, ودي الشهادات دي احنا مش واخدينها اول مره, احنا من 2006 واحنا اوريدي في الايزو, واول شهاده خدناها سنه 2002, ولكن سنويا لازم يتم اعاده تعيير الجوده, مش بس المجال الجوده والبرودكت بس, لا كبروسيس اوفر اول وكمسؤول امن وسلامه كمسؤوليات اداريه لازم التخصصات دي كلها بيتم اختبارها سنويا. مجموعه الخريف للبترول, شعارنا الجودة والمصداقية. تكريم المهندس طاهر كرائد من رواد الجودة كأحد الشباب القيادات, ماذا تقول؟ والله أقدر أقول له ألف مبروك ومن نجاح لنجاح, ونتمنى أن شركة حضرتك تنافس أكبر الشركات الأمريكي والأوروبي في القطاع. تستحق الخريف أن تكون رائد من رواد الجودة, حيث يتم تكريم طبعا السيد مهندس طاهر علي رائدا من رواد الجودة ممثلا لهذا الكيان الحقيقة الكبير. يعني اسمح لنا, هذه الشهادة المعتمدة للجودة ستظل معايير الجودة عنوان للتميز والإتقان مقرونة بأعلى درجات المتمكن. شكرا جزيلا طبعا على التكريم ده طبعا, بس هو مش تكريم لي طبعا, بس هو مش تكريم لي انا, هو تكريم للفريق العمل كله اللي ادى ده, وانعكاس لبرضو الفكر اللي احنا بنحاول ننفذه في الخريف من فوق, من عند الخريف جروب, التدرب لحد اصغر عامل عندنا. شركة الخريف للبترول. Technology driven company. شركاء النجاح. Quality and competitiveness. Quality شركاء النجاح. دائما منتجة. فخر لانتمائنا للخريف عموما. الاعتمادية. يعني احنا بنحب ننظر لنفسنا كشركاء لكل الشركات قطاع البترول اللي احنا بنتعامل معها. احنا بنسعى دائما ان هم يشوفونا كشركاء حقيقيين ليهم, فبالتالي الاعتمادية هي اهم شيء احنا بنحاول نركز فيه في كل خطوة بنعملها. دائما سيداتي وسادتي, فخر الصناعة الوطنية العربية والعمل العربي المشترك يأتي من مثل هذه الشركات. سيداتي وسادتي, من هنا تبقى دائما الخريف في المقدمة. دمتم في أمان الله, السلام عليكم ورحمة الله. شركة الخريف للبترول.